الحق ولك مدينه مزيانه مدينه سياحيه وكلشي فيها مضخه ومزيونه حتى الاجواء ديالها مزيونه. فصل الصيف فصيله غزاله بزاف ما شاء الله جنه الله على ارضي فهمت. واللي ما صافش الكاس داتا ديال اصيله ما صافش اسيل. الاصيله جميله وهادئه وكترحب بالضيوف ديالها من اي مكان. يا أزايلة ما أزايلة شان نقول لك أجواء مزيانة وكل شيء مزيان وكل شيء قريب وكل شيء رخيص أي حاجة كنفضل بنادم زعما يجي لأزايلة. أزايلة شحال نقول لك مدينة مزيانة مدينة سياحية وكلشي فيها مضخة ومزيونة حتى الأجواء ديالها مزيون. أنا كنقول له مرحبا بكم أزايلة والله إلا أحسن حاجة يا أزايلة. ننصحكم عندك أزايلة وتيطوان والله لازم أحسن حاجة كلشي قريب فيها بحار فهمتي كلشي مزيان فيها والله إلا كنصحهم يجيو مرحبا بهم في أي وقت. مواطن اللي مزيونين عندك كهف الحمام عندك سيدي مغايط عندك رميلات هادو مزيونين التخيمات وكلشي تخيمت فيها وكلشي مزيون فيها صار العائلات اي واحد عائلات كوا كلشي مزيان تما كنصحهم يجيو تما أزايلة والله لك اي حاجه فيها مزيون تم مدينه اي حاجه قريبه فهمتي يعني اي ماشي مقناطه ما والو في الصيف مزيون. دابا كنعيش انا فعلا برا في هولندا في امستردام. امستردام كتجي كدوز كنجي كندوز العطله هنايا انا كنجيب الراحه ديالي هنايا كنجي كنريح شويه هنايا بعد ما خدينا التقاعد دابا كنجيو نقزو هنا هذيك شهرين ست شهور كنريحو هنايا. شفتك عامل كليسه العصير مثلا كنعملو كل سنه كنعملو هاد كليسه هنايا كيجيو الاصدقاء ديالي من هولندا من المغرب هنا وكنجلسو في العشيه كنبقاو جالسين هنا في العشيه كنتقهواو هنايا من ديك الجوا الساعه العشيه تنطرج الليل وكندخلو بحالنا الناس. كيجيو الضيوف هنا من كل مدن المغربيه كيصيفوا هنايا حتى كنشوفوا حتى الاجانب تبارك الله. العام هذا دخلوا بزاف الاجانب لان حيت من كوفيد 19 يعني بزاف الناس ما دخلوش كاين اللي ما دخلش عامين ثلاث سنين هذا العام هذا دخلوا بزاف الاجانب اسبان ودخلوا غازا الاسبان حتى الهولنديين دخلوا بزاف من هنا. الاصيله جميله وهادئه وكترحب بالضيوف ديالها من اي مكان. فصل الصيف فصيله غزاله بزاف ما شاء الله جنه الله على ارضي فهمت. بنادم يخرج بنت تخرج في النص ديال الليل زعما تسارى وخا كاين شي اللي دار معاها ريلاكس كالم بنادم بغى يرتاح مرحبا به صراحه في الصيف فهمت. بزاف الشتا كيكونوا اجواء واعرين السبت والحد كيجيو عندنا طنجه وكذا ولكن هذا العام مارس بزاف حيت الناس بزاف ما تمتعوش بالحياه هذا العام اللي دازت كانوا في السجن فهمت السجن كورونا. اصيله مدينه الفنون معروفة بالفن والرسامة ومغنيين ممثلين قديم الزمن معروفة بالتمثيل والفن. وي وي الاجانب بزاف الله يرحم والديك تحياتي اخي علي اجانب بزاف وحيتاش المغرب يعني هو اللي معروف يعني في افريقيا كاملة يعني كيزوروا بزاف كيرتاحوا فيه يعني كتشوف يعني ملاعبية هكذا كيجيو من مراكش كيجيو من اخر يعني المغرب الحمد لله ماشي في الطريق مزيانة. مدينة ديال الثقافة مدينة ديال الفنون وأصيلة كتخزن واحد العدد ديال الفنانات التشكيليين كذلك أنا كنعرفهم هنايا حتى أنا كنعرض هنايا ما بقيناش كنبيعو ما كنا كنبيعو شوية مع الأجانب ولكن الحمد لله كاين المغاربة اللي كيدخلوا على شوية على حنا اللي كنطلبوا وهو المغاربة يحاولوا دائما هاد الزوار اللي كيجيو الأصيلة يحاولوا باش يديو يعني لوحات فنية ماشي يديو ديك لوحات ديال الميكا لا تي ولا حد في لوائح ديال الفنانات التشكيليين ديال مدينه اصيله اللي كيجيو الاصيله مرحبا بهم 100% ولكن يحاولوا ما امكنوا باش يحتفظوا على النظافه ديال هذه المدينه لان المدينه صغيره وجميله. نعم كيجيو من فرنسا كيجيو من اسبانيا كيجيو حتى
حتى من المغرب كيجيو يجيو، رغم انه كاين الغلا شويه، ولكن واخا هكاك الناس كيفضلوا يمشيو الاصيله. لان الاصيله رغم انها ما عندها شي اشهارات في التلفازه، لان ما كيهضروش على اصيله، يعملوا عليها الاشهار كما المدن الاخرى بحال السعيديه دابا مثلا كذا. وكان كذلك الغروب كذلك في الطيقان هذو اللي كتشوف دابا، الطيقان اللي كتشوف، علاش هاد الناس هادو جالسين هنايا؟ علاش هاد الناس كيجيو لهاد الطيقان؟ باش كيطلعوا على الغروب ديال الشمس اللي كتعطي في البحر. يعني واحد المنظر جميل وجميل جدا. واللي ما صرفش الكاس داتا ديال الاصيله ما صرفش اتاي. حصري عبد العزيز ضابط شرطه متقاعد وفنان تشكيلي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.